السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اندي مسلمي علونا توغنوشي سلام سلام بيالهون. زاري إجي الله شي متاوت اندى متايت بقام ميامر بقام ميت أفت يا أوريو كيك إجي الله شي متاوتشالوين عبر النسرة تكتالوين. مجمرا زيقا حليب نادر قادلن وتت نادر قادلن حط حليب أوريو بسكوت نادر قادلن وتتوس نغمس أوريو ود تمل كاتوتشي بوتت ينكر كنس هبات هبا اوريو ارسال مالتنا عندما تايوت هي انتنو باتراو مكاكلنيا باترانو هبات هبا اوريو بكاتشو هال خلست السبع حبات اوريو السنية حجم وسط بكفيكم زيقا قشطة عادي ازيقا يشتالو كريم نورمال كريم مالتنا قشطة عادية واحد حبة بمكتل قشطة قمر أزجاج تشالهون يهين المولون النادر قولن جهزت قشطة قمر نحطها كاملة أزجاج كراميل أزجاج تشالهون يهين المولون النادر قولن نحط واحد كراميل أربع حبات جبنة كيري أرد حبة جبنة كيري أزجاج تشالهون أحط حليب مكثف على حسب نستل بمتقن النادر قادلن نخلط مع بعض هنا هون أنرين فجوالن نكب على فوقها كلاي النفس سوالن بسنا بهذا الشكل نبدأ الخطوة الثالثة. عهون رمو هنا أزجاجتن عن جرشتن اللي هنا بمتايت ملكو عهون رمو سوستنيا عن درجة نسارة لما عالتنا عهون رمو زيقا بسكوت شاهي وتا تستيينا كارن كالاي النادر قاد لما عالتنا البسكوت الشاهي نغمس على حليب نحطها زي كده نوتيلا نادر قالن صوست مانكا حط ملعقة ثلاثة ملعق نوتيلا ثلاثة ملعق قشطة قمر نحط قشطة قمر نادر قالن دريم ويب النادر قالن ثم نضيف دريم ويب الدريم ويب احسن تحطه مع مخلوط بس انا نسيته حطيت هنا عادي ما يخالف دريم ويفون مفجأة وقابراتش بتادرقو تمرات نوني سلا رساوتنو زين بادرقو شكري اللوم قل زاني وقابتارقو تمراتنو ثم نضيف على فوقها كلاي النادر قولن هي مالتنا بدأم قلنا نون لما تابت ساعة من ما يفرقنا قرنا مرة سهلة ولذيذة ما يحتاج الفرن بس خلصنا كده ونحط له ثلاجة مرة سهلة بزي ملكوت أرسلنا لهون فريجوست الناس كبالن عن وقتو عصرنا ونقدي اسكا فطور درس فريجوست الناس كبالن مالتنا
خلصت أوريو كيكة، الحين نحطها على ثلاجة لمدة 3 ساعات. بعد 3 ساعات ود ተመልካቾቼ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሆኖልናል። አሁን እንቆርጣለን እና ይዋለን እንዴት እንደሆነ። بسم الله بعد 3 ساعات وطلعنا من الثلاجة نشوف كيف صارت حلوة ولا لا. እንደዚህ አርገን ኬካችንን ሰርተናል። በጣም ተወዱታላችሁ ቀመሱት። ቪዲዮዬን ስለምትመለከቱ ስለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ